هو ده المكان اللي انا صورت فيه الفيديو، بس مفيش علبه خشب اهي. مؤاخذة يا حمزة بيه، دول مش هيفرقوا معاك ولا هيفرقوا معاها في حاجة، لكن هيفرقوا معايا كتير. ايه اللي انت بتعمله ده يا عمر؟ انت هتسيبه؟ عمر! عمر! ايوه يا سميرة، أنا طول عمري بسمع كلامكو وقبلت أشتغل بأوامر من الحيوان ده، بس هو اتخطى حدوده وأنا مش هسكت. ممكن تهدى؟ لا مش هقدر. أنا ترجيته يبعد عن فرح، بس هو مصر يضغط عليا. كلمي فهمي، لو فرح الصياد ما خرجتش بره القصة دي أنا هتصرف بطريقتي. أنت عارف إن لغة التهديد مش واردة بينا يا نضال. أنا آسف. تمام، أنا كل اللي يهمني فلاشات هداية، أول ما تبلغني إنها معاك هطلع فرح من الموضوع ده كله. نضال، هات الفلاشات وأنا هسفرك أنت وفرح. أيوة الفلاشات معايا، كلمته على الرقم اللي عندي لقيت تليفونه مقفول. أنا كمان يا عمر كلمته على الرقم التاني اللي معايا برضه لقيته مقفول. طب وبعدين؟ مفيش وقت. وحمزة زمانه هيتجنن دلوقتي، أنا معرفش هو ممكن يعمل إيه. بصراحة يا عمر دي أكتر حاجة مضايقاني، أنا خايفة أوي تخسروا بعض علشان حاجة زي دي. مفيش قدامي حل غير كده. المهم نضال ده هنوصله إزاي؟ أنا ما عنديش حل غير إن أنا أوصله عن طريق الفيسبوك، دي الحاجة الوحيدة اللي لا يمكن يستغنى عنها. خلاص لو وصلتي له بلغيني. على فكرة حلقة النهاردة كانت حلوة أوي، فرحت الناس وزعلتيهم برضه. أنا مبسوطة يا عمر إن الحلقة عجبتك. خلي بالك من نفسك. وأنت كمان. سلام. يا نسرين الوقت اتأخر كده، كلمهم في البيت بقى وقولي لهم إنك هتباتي عندنا. لا مش هينفع يا أبي عمر، علشان ماما ما تتضايقش يعني وكده. إيه يا عمر أنت كمان بتقول إيه؟ ما يصحش يا ابني، الأصول ما تقولش كده، لازم تروح وتطمن مامتها عليه. يلا. أيوة عندك حق. يلا يا نسرين. يلا. يلا على مهلك. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. طمنيني بقى لما توصلي رنيلي بس حبيبتي. تمام، مع السلامة يا ماما. سلامي على ماما. تمام. وشك نور يعني. بس بقى يا ماما ما تكسفنيش بصراحة، كان هم ونزاح. يعني مش هتزعلي بعد كده على نجاحك؟ ده ما كانش نجاح يا ماما، ده كان حاجة مزيفة لا ليها طعم ولا لون ولا حتى ريحة. النجاح إن شاء الله الفترة اللي جاية أنا اللي هعمله، سواء في حياتي أو في شغلي. يا مؤاخذة يا حمزة بيه، دول مش هيفرقوا معاك ولا هيفرقوا معاها في حاجة، لكن هيفرقوا معايا كتير. إيه اللي أنت بتعمله ده يا عمر؟ انت اسمك ايه؟ عبد الله. ما حضرتك يا فندم. بص يا عبد الله، انا موبايلي اتسرق مني دلوقتي، يعني نسيته في التاكسي وغالبا مش هيرجع. ممكن بس اعمل كام تليفون من عندك؟ لا طبعا من غير اي حاجه خالص. لا معلش مش هتاخر عليك، يعني انا في حد جاي لي تليفون. براحتك خالص يا فندم. ايوه الفلاشات معايا، كلمته على الرقم اللي عندي اللي التليفون مقفول. المهم نضال ده هنوصله ازاي؟ وحمزة زمانه هيتجنن دلوقتي.
ايوه رياض، واللي فاهم يخلي زيرو يعمل اللي هقولك عليه بالحرف. عرفت اللي حصل، اوعي تخافي هكلمك كمان شويه. انت لما تقابلنا قلت انك حابب تشتغل معايا. عظيم. هتجيلي دلوقتي حالا ومعاك موبايلين بارقام من غير ورق. خد العنوان. ايوه يا عمر، نضار رد عليا على الفيسبوك بيقول ان هو هيخلي الوسيط يقابلك ياخد منك الفلاشات ويديك الفيديو. تمام، انا هكون جاهز. مع السلامه. عارفين مامتي زمان الله يرحمها كانت بتقولي يا سامح كل ما تنام يوم تصحى تبقى كبرت يوم تاني جديد. قعدت اكبر 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 بقى قوي ماشي، وكنت بسمع كلامهم لحد ما بقيت سامح اللي هو معاكوا دلوقتي. بس بعد ما كبرت بقى طول الوقت كان نفسي ارجع كده زي زمان، صغير كده زيكم. زمان زمان وانا صغير كنت بحلم ابقى كبير ابقى كبير. دول التليفونين اللي انت عايزهم من غير ورق، ودول الارقام. برافو يا امين، انت الفتره الجايه هيبقى ليك دور مهم جدا هنا، ولو نجحت النهارده احتمال تكون مكاني. انا ما باخدش مكان حد يا نضال، انا مكاني لازم يكون جديد وانا اللي مختاره بنفسي. هايل، ثقتك في نفسك دي مخيفه. ده كان رأيي فيك على فكرة لما كلمتني وتقابلنا. يا راجل ده انت مكلمني بمنتهى الاستهتار اللي في الدنيا، مكنتش عارف انت بتتكلم مع مين. بالعكس، انا كنت بمثل اني مش عارف انا بتكلم مع مين عشان اخبي ارتباكي. اشتباكك؟ اكيد، لاني شفت قدامي واحد ما بيخافش. أنا معايا حاجة أنت محتاجها. الحل ده مناسب للكل. هتديه الفلاشة اللي هو عايزها وتاخد منه الفلاشتين. الفلاشات كلها لازم تتجرب، لازم تتفتح وتتجرب. طبعًا أنت فاهم. أي غدر هيحصل مش هتاخد اللي أنت عايزه. فاهمني ها؟ وابقى شغل مسجل الصوت وانتوا قاعدين، عايز اسمع انتوا بتقولوا ايه. ايوه نضال بيه. تمام، انا هطلع ورا. ولانك ما بتخافش قررت اني لازم اخوفك. تخوف مين يا نضال؟ نضال بيه. انا اغلب اللي بيتعاملوا معايا بيقولوا لي مستر نضال، بس منك انت انا حابب اسمع نضال بيه. ايوه انا وصلت المكان. انت فين؟ مش لازم انا اللي اجيلك يعني. على العموم انا بعت لك مندوب هيديلك حاجتك وهتسلمه حاجتي. انت عارف لو بتلعب بيا؟ خش انت بس وانت هتعرفه لوحدك.
ده كليب صغير كده لمجموعة تسجيلات لستات انت كنت على علاقة بيهم الفترة اللي فاتت. الستات دول فيهم زوجات لناس محترمة قوي وتقيلة قوي، بس ده مش مهم طبعا. المهم انك عارف المدلل ده كويس لانك البطل بتاعه. ده بقى الفايل التاني. ده في ايه بقى؟ ده في اسماء رجال اعمال انت بتشغل لهم فلوسهم في البورصة وفي حاجات تانية، بس دول طبعا معظمهم عليهم احكام بالحجز. عارف ليه؟ لانهم ارهابيين. تمام يا عمر؟ تمام. وانت بقى هتعمل ايه دلوقتي؟ استنى اللي هياخد مني الفلاشات دي ويديني دليل براءة سلمى وفرح. ربنا معاك. انت مين؟ انت بتعمل معايا كده ليه؟ انا مين؟ انا حبيبك من زمان. بعمل معاك كده ليه؟ عشان انا وفرح هنسافر. انا مخطط للموضوع من يوم الحادثه، بس طبعا انت عارف يعني هي متعلقه بنور قد ايه. بصراحه خفت تلعبها، فكلمت ناس انا بشتغل معاهم وطلبت منهم يحضروا الحاجات اللطيفه دي. طب انت عايز مني ايه يا نضال؟ ايه المطلوب مني يا نضال بيه؟ انك تعمل اللي هقول لك عليه بالظبط. بالظبط يا امين. فين الحاجه؟ الحاجه اللي معاك انت الاول. الحاجة اللي معايا أنا الأول. تمام. فين الحاجة؟ طبعا انت في منتهى الذكاء يا امين، وسمعتني كويس قوي وانا بقول لك ان الفيديوهات الجميله دي عملوها ناس انا بشتغل معاهم، والناس دول مؤسسات واجهزه ودول، والفلاشات اللي انت رايح تجيبها تخصهم ما تخصنيش، وادله براءه فرح معايا منها نسخه، فلو حبيت تغدر وده حقك طبعا، وقتها خصومتك مش هتكون معايا، خصومتك هتكون مع الجحيم بعينه. انت اكيد عارف ان انا مش غبي يا نضال بيه. اكيد يا امين. انت مغرور بس مش ممكن تكون غبي. ده تليفونك. وده تليفوني. أنا همشي دلوقتي، وبعد 3 دقايق أنت تطلع ورايا. الأوامر كده. Thank you.
نضل بيه. أمين. لا. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده المعارف في إيه؟ يلا. فندم في إيه؟ يلا. فندم في إيه؟ يلا نقول لك هناك. شويش على الأستاذ ها؟ ايوه مين؟ نضال يا حبيبتي نضال. يلا جهزي نفسك هنسافر دلوقتي. دلوقتي؟ ونور؟ ما تخافيش عملت حسابي. امين هيجيبهولك لحد عندك في البلد اللي هنروحها وهيسيبهولك. انا ما اقدرش اروح اي حته من غير نور. فرح لو فضلت هنا هتتسجني وفي السجن نور مش هيبقى معاكي. هي وفيه عندك عشان تساعدك؟ لا وفيه نزلت من شويه ولسه ما رجعتش. هو البوليس قبض عليها ولا ايه؟ والبوليس يقبض عليها ليه؟ طب تمام يلا جهزي نفسك انا كمان ساعه بكون عندك. سلام. انا زيرو اللي بعتني فهم السوهاجي مدرس العربي هو اللي فوقي بيديني الاوامر كان مستنيني اروح له النهارده بعد ما اخلص عليك. عملت ايه؟ جراد كل دقيقة بيتصل. جراد السعادة سعادة هتلاقيه في الحضر. أقول لكم مكانها فين. رياض هو العظم. ادي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ألف دولار. والله وبقيت مليونير أحوكة. ايه باشا والله العظيم افشل. طب هغيرهم من البنك. طيب هغيرهم من البنك يا باشا. يا باشا هغيرهم من البنك. البرولات دي مش بتاعتي. مش بتاعت البرولات دي يا باشا. مباحث مباحث. ثانية واحدة يا باشا ثانية واحدة. انا ممرض في مستشفى الشرطة يا باشا. يا باشا انا بطلع لك الكارنيه يا جماعة بالراحة. يا باشا يا باشا مش هينفع كده. مكنة ولا لف؟ كله دخان. يا سيدي انتوا طبعا ما لقيتوش غير الناس الاشراف دول عشان تستخبوا وسطيهم. دي قلتها ناس اشراف البوم نظيف في بينهم وبين ربنا عمار. هو الصراحة يعني الكذبة خيبة. أنا ما أعرفش ميتين. ما شفتش ميتين. اخلص يا رياض ما تلفش وتدور في الكلام. اخلص. ظاهر بقى الواحد كبر ولا حاجة. استغفر الله العظيم يا رب. هو نضال سفر هو الميت بس هو مات. الله يرحمه بقى ويرحم موتانا وموتى كل المسلمين أحياء وأموات. ما
معلش يا نضال، وفيه ما لحقتش تقولك ان احنا هنا. فرح، انا عايز احكي لك حكايه. الحكايه دي ممكن تضايقك شويه، بس برضو ممكن تغير تفكيرك الفتره اللي جايه. خير يا حمزه؟ في ايه؟ الموضوع بدا من حوالي شهر، خناقه في منطقه شعبيه في محل سايخ. ست راحت عشان تشتري غوايش، الفلوس اللي معاها ما كفتش، طلبت من الراجل ان هو يحجزهم لها. الراجل نبهها وحذرها ان ثمن الغوايش ده هيزيد، اضطرت تطلع فلوس تانية كانت معاها، ومن هنا بدأت الخناقة. ليه؟ الفلوس دي كانت دولارات، حوالي 400 دولار. هي أصرت على سعر السوق السوداء، وفي نفس الوقت الراجل اتهمها ان الفلوس دي مزيفة، لان شكل الست ما كانش يوحي ابدا ان معاها فلوس زي دي او دولارات او اي مبلغ اصلا. كانت سرقاهم ولا ايه؟ بالظبط. بعد ما راح على القسم عشان يحققوا معاها، بعد ما ضربت الراجل الجواهرجي، اعترفت انها كانت سارقه الفلوس من اختها، وغيرت معظم الفلوس من تاجر عمله، وبقت معاها 400 دولار. بعد ما الراجل قال لها ان ثمن العمله هيزيد، الست دي اسمها نجيه، اخت وفاء اللي بتشتغل عندك يا فرح. ايوه انا شفتها قبل كده، جت البيت مره، بس انا ما ارتحتلهاش لما شفتها. التحقيق في قضيه اللي هو فتحي ومرنا الله يرحمهم ما وقفش. راقبنا وفاء الفتره واكتشفنا ان مفيش اي حاجه، بس بعد الموضوع ده بقى رصدنا تحركاتها وراقبنا تليفونها، واكتشفنا انها بتكلم راجل وبتنقل له كل اخبارك يا فرح. الراجل ده هو نضال صفر. نضال؟ الاخطر ان نجيه اعترفت ان اختها كانت بتلعب الدور ده مع نضال من اول ما ظهر في حياتك. مش بس كده فرح، ده كان ورا الجريمة اللي حصلت. انت عايز تقولي ان نضال هو ورا موضوع قتل ابويا واختي، وهو اللي خلاني اوصل للحالة اللي انا فيها دي؟ دي الحقيقة يا فرح، واحنا دلوقتي طالبين مساعدتك، لان انت الوحيدة اللي ممكن توقع نضال في المصيدة اللي احنا بنحاول نعملها له. نضال سفر عضو مهم جدا في التنظيم الارهابي، واحنا تأكدنا من كده. ظهور نضال سفر في حياتك ما كانش صدفة يا فرح. نضال قدر يجند ناس عندك في المركز، وقدر يورط المركز في استقبال مبالغ عشان يتعمل بيها عمليات إرهابية. ولولا بقى متابعتنا للموضوع كان زمانك انت وسلمى في السجن دلوقتي. أنا وسلمى؟ أيوه. غيابك عن المركز ادى فرصة للمحاسب الرئيسي عندك انه يتلاعب لمصلحة نضال سفر. ده غير طبعا طمع احمد جوز سلمى، خلاها تتورط في قضيه تمويل ارهاب. احنا ماشيين في خطه كبيره جدا، واللي ممكن تساعدينا فيه ان احنا عايزين ننزل خبر عن اغتيالي بس على الموقع بتاعهم. وانتوا اللي هتنزلوه؟ بس قدام الدنيا كلها هيبان انه نزل من اللابتوب بتاعك انت. انا؟ احنا عاملين فخ كبير جدا للتنظيم، وهنديهم انطباع بحاجات كتيرة، زي اننا استجبنا لضغوطاتهم مثلا، وعشان ننقذك انت وسلمى لازم نستجيب لطلباتهم. وهي طلباتهم ايه؟ ده موضوع كبير هتعرفيه في الوقت المناسب، بس كل اللي بطلبه منك دلوقتي انك تستحملي الضغط العصبي الكام ساعة اللي جايين دول، والحقيقة ان نفس الضغط ده هيكون على سلمى. بس الفرق ان انت عارفة كل اللي هيحصل ده مش حقيقي. حب نضال وشعوره بالذنب ناحيتك هيكون هم الطعم اللي هنستعضيه بيه فرح. انا عارف اني غلطت، عارف اني اجرمت، بس ما كانش قصدي. انا حاولت اعوضك، عملت كل حاجه عشان اعوضك. أنا اشتريت بيت لينا بره يا فرح، ونور، نور هيبقى معانا. أنا عارف إنك مش هتسامحيني، بس خليني أحاول. أرجوكي خليني أحاول. أرجوك أنت بقى، كفاية.
اللي بتطلبه مني ده مستحيل اعمله، مفيش اي بني ادم يقدر يعمله. انا في شغلي بيسموني الميت عشان عارفين ان حياتي ميته، بس انا عايش. ايوه انا عايش مش ميت، بس عايش بذنبك. مين اخر واحد يا نضال؟ مين اللي بعدك؟ عندي وقت طويل قوي اعرف منك كل اللي انا عايزه. لا ده انا بعتبرك شخص ذكي واحترم ذكائك، فبذكائك اللي انا بحترمه هل ممكن تتخيل ان شخص قعد 11 سنه و8 شهور و3 النهارده بقى 4 ايام، هل تتوقع ان شخص عاش المده دي كلها ساكت مش بيتكلم بيمثل على كل الناس ان هو اخرس وكل الناس اللي حواليه صدقوه ان هو اخرس؟ كنت مقنع جدا على فكره. لازم تساله شخص بالظروف دي هل ممكن تتوقع ان اي حد انت او دول ممكن يخلوه يتكلم غصب عنه؟ صعب. هتتكلم يا عوض؟ لان انا واثق في تاريخي كويس، من الملجا لمعاد الصوم والبكم اللي كنت فيه، للسجن، للزنزانه اللي كنت فيها واللي هناك قابلت فيها اللي اكتشفني واكتشف مواهبي وقدراتي واحترم ذكائي. شفت بقى، اديك حكيت على طول من غير ما حد يسالك. امال بقى لما تتسال هتقول يا عوض؟ وحشني الكلام، وحشني. بص يا حمزة بيه، أنا هقولك على خلاصة الأمر اللي احنا فيه. أنا مش آخر واحد، عارف، بس أنت مش عارف إن في زي كتير كتير. تعرف احنا عاملين زي ايه؟ زي السبحة، كل حبة تسلم الحبة اللي جنبها اللي جنبها واللي جنبها، طول ما السبحة دي سليمة ولا ضمان البقاء لازم السبحة تنفرط. شفت يا بابا ابنك بقى يجرجرني انا وفرح في الخطه بتاعته ويركن داليا على جنب؟ القلب وما يريد يا بنتي. ايوه القلب وما يريد، ريحي نفسك بقى. هو انت فاكره ان انا عند حمزه زيكم؟ لا طبعا، مش كده حمزه؟ شوف ازاي. اوعي تصدقيها يا سلمى، انا لو عليا احبسها اصلا. تصدق انت ما تقدرش؟ انت بتقول اي كلام، ما تقدرش. على فكره بقى، انتوا قلقتوني من الموضوع اللي بفكر فيه. بقول لك ايه، معاك حق، بلا جواز ولا بتنجان، الجواز ده نكد نكد ومشاكل نكد نكد. ليه يا بنتي؟ ده الجواز بيسيب ذكرى حلوة بعد رحيل الزوجة. أنا الحمد لله اللي معايا مخها لسع أساسا. لا يا عمر والنبي ما تقولش كده، كل ده اعتبره هزار يا سيدي، نتكلم بجد بصراحة. بس هي لو بتحبك بجد هتستحمل منك حاجات كتير، زي ما أنا استحملت من حمزة بلاوي على يدك. ايه ده، شوف مين اللي بتتكلم. يا سلام. ايوه طبعا انا اللي بتكلم، ما انت عارفه ان انا استحملت بلاوي وحافظت على جوزي عشان بحبه، وحافظت على حاجه تانية انت ما تعرفهاش. مش فاهم.
مش هعمل عملية، لا مش هعمل عملية، ها مش هعمل عملية دكتور. انت بتتكلمي بجد؟ ايوه انا حامل، ما نزلتش البيبي. انا اسف يا حاج، معلش انا اسف انا اسف. خليك انت يا سنة. خديجة قومي افتحي الباب، مش بقيتي واحدة من البيت بقى ولا ايه؟ حاضر. اتأخرت عليكي.